تاي شو عم تعمل؟ كل مرة بقول لك البوبيت ممنوع. صباح الخير استاذ. صباح النور غزال. يلا تفضلي. تاي شو صار؟ طلع عندي. صباح الخير استاذ. تاي وين هلا؟ انت متاخر 5 دقائق. والله استاذ ما كان بدي اتاخر، بس وانا جايه على المدرسه شفت اسد كبير كبير عم يلحق قطه صغيره صغيره، طرقته كفين للاسد، وصلت القطه على بيتها وجيت بسرعه. ولي عليك شو كذاب، روح حط المكان. صباح الخير غزال. صباح الدور. كان فيك تقلي صباح الخير بالدور ما تدوري بشعري. ايش بك عم نمزح معك؟ تاي البوبن ممنوع بالصف. تاي ممنوع تلعب بالبوبن بالصف. يا طلاب اليوم رح اعطيكم الاشكال الهندسيه. غزل شو هذا؟ استاذ استاذ هي دائره. برافو عليكي. طيب شو هذا؟ سهله استاذ، هذا مستطيل. غلط، هذا معين. هذا معين. غزل شو هذا؟ استاذ استاذ مستطيل. برافو عليك. طيب شو هذا؟ سهلة استاذ، هاي دائرة. غلط، الدائرة فوق، هذا مربع. يا طلاب رسموا لي هلول الأشكال على دفاتركم واللي مخلص يخبرني. أوكي استاذ. رح نكتبهم. مربع برافو. مستطيل برافو. دائرة برافو. معين برافو. برافو غزال، انت عندك كل شيء صح، انت عن جد بنت شاطرة. شكرا استاذ. عفوا. تايم شو عم تعمل؟ كل مرة بقول لك البوبيت ممنوع. تايم هاي غلط، وكمان هي غلط لانك عامله بالبوبلت. تاكلو لحتى هي غلط. استاذ انا كثير بحب البوبلت، ما فيني اتركها. طيب البوبلت بتلعبه ببيتك مو بالمدرسه، هون انت جاي لتدرس مو لتلعب. هاتهم. واو عم تلعب بساعة كثير حلوة، ممكن تجربها؟ ليش لا تجربيها؟ تفضلي هاي وحدة. شكرا. عفوا. يلا العبي كثير حلوة. ساعة كثير حلوة صح غزال؟ كثير حلوة بتجربي. أصلا ما في أحلى من البوبلت. صح. أنتوا اثنين البوبلت ممنوع، هاتوها. هاتيها. هذا يا ربي كبر لي كلهم ما صفي معي.
كريم، انا امبارح بابا اشترى لي تابلت كتير حلو، بفرجيك عليه؟ ايه فرجيني فرجيني. شوف بوبل. تاب تاب مع بوبل. شوف بقى احلاه. ايه والله كتير حلو. غزال ممكن العب بتابك؟ انا من شوي لعبتك بالساعة وهديتك ساعة، بس الاستاذ اخذها، انا شو ذنبي؟ خليني العب فيه شوي. هذا للبنات، هذا مو لك. شوف والله بس لعبين فيه شوي، انا ما رح شعله، انا بس بدي العب بالبوبل تبعه. لا ما بدي. بدك تلعبيني فيه ولا لا؟ لا. ايه بتشوفي رح تندم. أنا شوي مسكت ساعة وهي ما بدأت تلعب بالتم. ناني يلا يا طلاب، جاوبت الفرصة، يلا طلعوا على الاستراحة. هي شوي هدي تغذية وهو ما أعطيني شيء. ليه كتاب؟ هلا مثلا إذا أخذت لها التاب ما رح تسترجي تقول للأستاذ، لأنه أكثر شيء ممنوع بالمدرسة هو التاب، فهيك بيصير عندي بوبلت وتاب. بنرجعك وبالبيت رح تاكل بهدلة. خليني اقطع على الاستراحة احسن ما يكشفوني. خليني العب بالتابلت شوي. وين التابلت؟ الباب لسه بابا اشترى لي اياه، واذا جيت على البيت وبدون التابلت وخبيت بابا رح يعمل لي مشكله، لانه لسه البارح اشترى لي اياه، وكمان اذا قلت للاستاذ انه جبت التابلت معه وضاع هو رح يعاقبني كمان، لانه التابلت ممنوع بالمدرسة. وين التابلت؟ مين اخذ لي التابلت؟ بابا البارح اشترى لي التابلت، بس اسفه انه جبته معي، بس ضاع مني. بس غزال انت ممنوع تجيبي معك تابلت على المدرسه، ليش جايبه معك تابلت؟ ما بصير. وهلا مضطرين هلا تفتش عليه. اوكي هلا انا بدور لك عليه. يا استاذ الله يوفقك ساعدني، يمكن هالتايم اللي سرقه. شو؟ انا اللي سرقت تابلتك؟ شو شايفتيني حرامي؟ ما بخليكي تفتشي بشنطتي، روحي دوري على تابلتك حالك. يا استاذ قله خلينا افتش بشنطته. طيب انت سرقت التابلت؟ لا استاذ مو انا سرقته، انا عندي ثلاثه بالبيت، انا مالي حرام. طيب هات شنطتك لنفتش فيها. استاذ انا عم اقول لك انا مالي حرام. عم اقول لك هات شنطتك لنفتش فيها. اوكي استاذ. هات. طيب شو هات؟ يا استاذ هذا تابلتي. طيب ليه سرقتها؟ استاذ هي جاكرتني فيه وانا اعطيتها ساعه، لازم هي كمان تلعبني، هذا الظلم. بس هذا الشيء ما بصير، انا رح احكي للشرطه، انت عم تسرق بالمدرسه. الو شرطه الاطفال؟ او في حدا عم يتصل فيني؟ خلينا نشوف فيني. الو ايه معكم شرطه الاطفال، خلينا شو صاير معكم؟ في طالب عندنا بالمدرسه عم يسرق، فيكم تجوا تاخذوه؟ شو؟ في طالب عندكم عم يسرق؟ اوكي شكرا كثير، باي باي. اوكي ماشي، تيتا بكون عندكم، باي باي. يلا خلينا نروح بسرعه.
يلا ليكو جايين. مرحبا. ربي شو عملت بحالي؟ اجت الشرطة. اهلين يا شرطي، خير شو صار معكم؟ يا شرطي، هذا الولد سرق التابلت تبع هاي البنت، وانا ما بعرف شو بدي اتصرف معه، فيكم انتم تتصرفوا معه؟ اوكي، نحن هلا بنتصرف. انت يا بنت لما تجيبي التاب معك ما بصير. اسمع يا شرطي، ما بقى اجيب التاب على المدرسة. برافو عليك. انت يا ولد، تعال لعندي. اوكي يا استاذ، لا تعكمهم، هلا الشغلة صارت عندي. شكرا كثير يا شرطي، يلا باي باي. باي باي. انا ماما ما رح اسجنك، لا هذا كان بس تنبيه، انا رح اكتب عني ملاحظة انه انت سرقت. هالمرة ما رح اسجنك لانك طالب بالمدرسة. انا اسف كثير عن الشرطة وبوعدك ما بقى اسرق، بس البنت كثير جاكرتني لهيك انا جاكرتها وسرقت لها التابلت. قد ما جاكروك رفقاتك ما لازم تسرق شيء مو لها. انا بعتذر مرة ثانية عن الشرطة. اوكي، فيك تروح على بيتك ولا بقى تعيد. اوكي، باي باي. باي باي.